صباح الخير يا باشا. شوف لي حسن بيه فين. تحت امرك يا باشا. مصر تاجر كوكايين على طريق السويس. اتفضل. قريت الجرايد؟ هبص عليها اهو. وما ما جابوش سيره فرح الطرابيلي مش كده؟ لا لا لا، كل اللي مكتوب عن احمد قاسم، حسام المصري، الكامب بتاع راس شيطان، الدايره بتاعت المخدرات. احنا عايزين نعرف حكايه السقاره دي ايه؟ انا على حد علمي المكان ده اتشمع كذا مره، كانوا بيأجروا الاسطبل. ما هو شغال اهو. ما اعرفش مين اشتغل دلوقتي. بس عموما سهل نعرف. على فكره انا بعت اجيب لك الواد عزت بتاع الكامب، قلت هنا على رواقه ممكن نعرف منه مكان حسام. حسام المصري. اه. انا مستغرب. ازاي حسام المصري اتلم على العيال دول؟ انا مش فاهم. جاب فلوس منين عشان الكامب؟ اكيد من ابوه ربيع المصري. ربيع المصري ما كانش راضي يتعرف على ابنه، هيديله مليون جنيه. ممكن يديله كام ألف عشان يبتدي بيهم حياته. أنت شفت الكامب؟ أنت قصدك إن في حد تالت؟ أنا عندي إحساس إنه محمود الطرابيلي. بس المسألة محتاجة شوية وقت عشان نتأكد. أه بس خلي بالك، محمود لو جت رجله في ناس مش هتسيبه يقف. المهم نلاقي حسام المصري. أنا متأكد إنه مستخبي في حتة هنا. أعمل لك قهوة؟ يا ريت. أعمل أنت.